كان ظروف كي بدينا الفريق انا كنت عارف باللي الفريق تاعنا الظروف تاعو صعبه، وانا ما رفضتش هذا العمل في فريقي، فريق تربيت فيه والناس كلها هربت من تحمل المسؤوليه. الحمد لله رانا اليوم انا وراني شريف مع الطاقم الفني كل اولاد الفريق راح نعملوا بكل جديه وباش الفريق تاعنا يبقى دائما في القسم الاول ان شاء الله.